My, 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 what a voice. Talk about dramatic. يا إلهي، يا له من صوت رائع مميز. هذه المقدمة من هوليوود مخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية لكم. 32 فريق، 62 مباراة، وفقط فائز واحد لهذه البطولة. الآن لنقدم لكم، وكل لاعب وكل مشجع يتمنى أن يرى فريقه الأفضل في هذه البطولة. والآن لنرى أول مرة the new FIFA Club World Cup trophy. Please welcome back to the stage the FIFA president Gianni Infantino. كأس العالم الجديد، النسخة الجديدة من كأس العالم، جياني إنفانتينو. أود أن أقدم لكم الآن الأسطورة البرازيلية رونالدو بجانب جياني. مرحبا. مرحبا مرة أخرى. Okay, gentlemen, if you could do the honors. حسنا يا سادة. Do we have some drums or something? هل يوجد بعض الطبول لهذا الحدث؟ لقد حظينا بالكثير من التشويق، والآن لنبدأ. ثلاثة، اثنان، واحد. Amazing. رائع. Beautiful. Absolutely stunning. مذهل جدا. Gentlemen, thank you very much for joining me. أود أن أشكركم كثيرا رونالدو على تواجدك معي. The stage with you again. Now you have lifted a few trophies in your time, including the FIFA World Cup. أول مرة في التاريخ تواجدك معنا على هذه المنصة. One, how you felt when you lifted it, but how the players will feel when they get their hands on this absolute beauty. اشرح لنا ما هو الشعور حينما يضع اللاعب يده على هذه الكأس. الأمر رائع. الأمر جديد بالنسبة لي، لكن ليس جديدا بالنسبة طبعا للسيد الرئيس على تواجدي هنا. قد تواجد هنا من قبل. نعم، الأمر سيكون رائعا. 32 فريق، الأفضل في العالم، أجواء رائعة بين الأندية، خصوصا مع هذه الكأس الرائعة. أنا أفكر في قائد الفريق الذي سيحمل هذه الكأس في النهاية. Mr. President, this is a new and unique trophy سيد الرئيس، for a very new نسخة جديدة من الكأس and unique tournament. So وبطولة فريدة بالطبع. Yeah, well, it is نعم. A unique trophy. It is an هي كأس فريدة، كأس أيقونية. Do something completely special, أردنا iconic, أن نصنع شيئا مميزا لهذه النسخة. حينما بدأ الجميع يفكر في فكرة الكأس، أردنا أن نرى كيف سنجمع بين جميع هذه اللغات والثقافات المختلفة في كأس واحدة، ومواكبة الأحداث ومواكبة جميع المباريات الخاصة بالفيفا بكأس العالم للأندية. أردنا أن نكتب جميع أسماء والاتحادات المشاركة. هذه نسخة مميزة، والمميز والأيقوني بها أيضا هو الشركاء الذين شاركونا في صنع هذه التحفة الفنية. مستر جاريث كوشنر قد أشرف على هذا الأمر بنفسه.
هو لم يتحدث مع تيفاني بخصوص هذا الأمر، ولكنه بدأ الأمر منذ وقت طويل، والآن ها نحن في ميامي نرى وننظر إلى هذه التحفة الفنية. لم أنتهي بعد، لدينا أيضا ريان، لدينا ريان مع مفتاح الفيفا الذي يفتح جميع الأبواب وخصوصا أبواب القلوب. انظروا إلى هذا، اسمعوا جيدا. Full of surprises. مليء بالمفاجآت. رائع. Wow. Well, again, this beautiful new trophy is with us in Miami. هذه الكأس الرائعة معنا في ميامي الليلة. And taken to the world on the official FIFA Club World Cup 2025. أنا فخورة بتواجدي معكم في أول نسخة رسمية لكأس العالم للأندية في منتصف، وأتمنى الجميع في منتصف يناير القادم لزيارة المدن المنظمة وأن يشاركوا معنا جميع هذه الأجواء الرائعة الخاصة بالبطولة التي ستكون مميزة لجميع الجماهير، خصوصا إذا رأوا إذا نظروا إلى هذه الكأس. الأمر مذهل. نعم بالطبع، هذا بالتأكيد ما أردنا أن نقدمه للجماهير. الأمر بدأ من نيويورك مع كوشنر وتيفاني حتى وصلنا إلى هنا. أردنا أن نقدم للعالم، أردنا أن نقدم للكون كل أكثر من ذلك، كل هذه المشاعر التي لدينا ولدى الفيفا تجاه الأندية، وأن نصنع الأندية تتوحد مرة أخرى عاطفيا، وأردنا العالم كله أن يرى هذه النسخة وأن نرى أن هناك قائد يستطيع أن يحمل هذه الكأس في النهاية في المباراة النهائية في نيويورك. شكرا جزيلا إنفانتينو، نسخة رائعة. سأرغب في تواجد هذه الكأس معنا على المنصة. والآن